أهلا بكم متابعينا، متابعي اليوم السابع في كل مكان. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أنا معكم من اسكندرية من أمام طابية باب رشيد الموجودة بمنطقة باب شرق الاسكندرية، والتي يعود عمرها إلى 183 سنة، والتي بناها المهندس الفرنسي جاليس بيك بالإسكندرية بناء على طلب من محمد علي باشا في ذلك الوقت. تعد الطوابق الأثرية شاهدة على حقبة هامة من تاريخ مصر، بما فيها من انتصارات، حيث كانت الطوابق لها دور هام في حماية حدود مصر وشواطئها ضد العدوان والغزاة على أرضها. وقد اهتم الحكام في كل فترة على مر التاريخ بتحصين حدود مصر، وخاصة محافظة الإسكندرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط من أبو قير حتى غرب الإسكندرية. وقاموا ببناء العديد من الحصون والقلاع والأسوار، ومن تلك الحصون الطوابي الحربية بمحافظة الإسكندرية. ومن جانبه قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية أن الإسكندرية يوجد بها عدد 12 طابية وبرجا أثريا مسجلا، وتم إنشاؤهم في عهد محمد علي باشا والي مصر، الذي كان لديه خطة عسكرية لتوسيع الإمبراطورية المصرية والجزيرة العربية، وكان يتم إنشاء طابية أو برج دفاعي على بعد 3 كيلومتر من السواحل المصرية، وأن الطوابق المصرية الموجودة في محافظة الإسكندرية تم تسجيل عدد كبير منها طبقا لقانون حماية رشيد، وتسمى أيضا طابية محمد علي، مسجلة في تعداد المناطق الأثرية الإسلامية والقبطية بالقرار رقم 10357 لسنة 1951 بموافقة اللجنة الدائمة للآثار. تاريخ إنشاء الطابية في الفترة ما بين 1840 و 1848 في عصر محمد علي باشا، وأسند إنشائها إلى المهندس الفرنسي جاليس بيك. وتتكون الطابية من 5 أضلاع مختلفة الأطوال، تتلاقى أضلاع الطابية في زاوية دعمت بأحجار الليمونيت الأكثر صلابة من الحجر الجيري الذي بنت به جدران الطابية، ويلاحظ وجود ميل للداخل في الجزء العلوي للطابية، ويوجد أيضا إطار أفقي بارز من أحجار الليمونيت في الطرف العلوي من جدران الطابية. ويعد الجدار الغربي للطابية هو الواجهة الرئيسية، حيث يفتح بها مدخل الطابية كما نشاهد، وهو عبارة عن دخلة مستطيلة يعلوها بقايا درجات سلم تؤدي لسطح الطابية. يذكر أن طابية باب رشيد بمنطقة باب شرق تم استخدامها كغرفة عمليات تابعة لقوات الدفاع المدني بمحافظة الإسكندرية في منتصف القرن العشرين.